والمقابلة ديال اليوم كانت جميلة بزاف، وشنا الكرة، شنا حماس ديال اللاعبين، وبقى فينا الحال بزاف لحد اللحظة. واخا دابا دازت واحد الساعة راه ترولاكسينا واحد شوية، لأن ولا الأصدقاء اللي كانوا تفرجوا معنا، وتنشكروا الجمهور اللي كان بكثرة في ملعب سوسة بالأهاجيج ديالو والأغاني ديالو اللي حمسوا اللعابة. ولكن حنا هذا الماتش واخا هكاك مرتاحين فيه، اللي بقى فينا حنا هو الماتش ديال الرباط، لأن كان نقص في اللاعبين، والمدرب كيف تنقولوا دار القوالب، ما دخل لا حفيدي لا ما بيدي لا بن حليب، والكل سبحان الله العظيم كل شيء كان عارف ان المدرب هذا بحال قرايه فينا، ما بغيناش نوصلوا بهذا المستوى هذا. وكل شيء باقي قدام، باقي قدامنا الكاف، باقي قدامنا البطوله، وحنا فرحانين عندنا مجموعه زوينه ديال اللعابه، كلهم باقيين شباب وولاد المدرسه، تنفتخروا بهم، والرجاء العالمي ديما في القمه. تبارك الله عليكم. الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكروا اللعابه كاملين اللي كانوا في هذه المقابله، داروا مباراه رجوليه صراحه. الاقصاء ديالنا عنده عده عوامل. اول عامل هو اننا ما دخلناش في المباراه ديال الذهاب في مدينه الدار البيضاء، تلعب في مدينه الرباط. كاين العياء ديال اللعابه بكثره المباريات، كان الغياب حتى هو كان مؤثر. ديال كنشوف انا اللاعب بن حليب كون كان في مباراه الذهب والاياب كانت غادي تكون مباراه اخرى، ولكن ما كنحاولوش اننا هاد اللعابه يعني نبخسوا لهم الجهد ديالهم. ماشي كنشكروا الجمهور اللي صراحه اللي هارد لاك ليه، اللي نرفعوا ليه القبعه، اللي مشى بكثره صراحه. وبالنسبه لكاس العرب صافي، نساو هاد المرحله ونشوفوا. الحمد لله راه باقين ثلاثه ديال الاستحقاقات. راه كاين البطوله، كاين كاس افريقيا، كاين السوبر كوب. ان شاء الله نحاولوا الا تكونسونطرينا معاهم على اللي ما نجيبوهم كاملين ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم. وبالنسبه للمقابله ديال اليوم وخروج نادي الرجاء الرياضي من كأس الزايد، صراحة هو إقصاء مر. علاش؟ لأننا ضيعنا التأهل في مدينة الرباط في لقاء الذهاب، وهنا كنحملوا المسؤولية لكاريدو، وكان من أسباب ديال الإقالة ديالو، لأن صراحة التشكيلة اللي لعبات اليوم ماشي هي التشكيلة اللي لعبات في الرباط. كنقول بأن اللعابة كنبغيو نشكروهم كجماهير رجوية، داروا اللي عليهم، اللي خصو يدار دار. مالوروزمون كان سوء الحظ، ما كانش معنا اليوم الحظ. تراكم المباريات، لعبوا مباريات كثيره في هاد الشهرين هادي، كاين عياء، كاين اصابات، حنا ماشي اعذار ولكن هذا واقع. هذه هي المنافسه، كاين تاهل وكاين اقصاء. اليوم كان مالوروزمون حنا الطرف المقصي، كنتمنى بان تكون نهايه ديال كما كنقولوا كبوات، واللعاب يركزوا على الكاف وعلى البطولة الوطنية، لأن كجماهير رجوية عندنا إلحاح بأننا إن شاء الله هذا العام تكون البطولة وننافسوا عليها بقوة. وشكرا للعابة اللي عليهم داروه، كنتمنى القادم أفضل إن شاء الله. بالإقصاء ديالنا تقسينا في مركب مولاي عبد الله هنا عندنا هنا في الدار، وكما كنقولوا حنا قسانا المدرب بديك العقلية ديالو وكيشد السكاير مع اللعابة. وما المقابلة ديالهم كانت جميلة وكانت مزيانة بزاف، كنا نربحوا بثلاثة أربعة، كنا نديروا المونطادة، ولكن ما قسمش الله. المهم كنشكر الجمهور اللي مشى لتونس، وهذا الشيء كمغرب على الجمهور ديال الرجاء، لأنه جمهور عالمي، ماشي أول مرة ولا ديما كينتقل مع الرجاء فيما مشى. وكنشكر حتى اللعابه، وان شاء الله كنتمنى من القادم ان شاء الله يكون احلى. السلام عليكم. اول حاجه بعد هذا الاقصاء راه تقسينا من الرباط، لان المشكل اللي خلى لنا كاريدو راه هو اللي السبب الوحيد اللي باش جعلنا نتقصوا من هذا الكاس اللي كنا معولين نلعبوا النهايه، خصوصا بقاو لان بقاو دي زيكيب اللي في المتناول، غير ما مكتفي باش نكملوا حتى النصف النهائي والنهائي، ولكن ما جابش الله التيسير. ومن خصص هذه المقابله هذه كانت الرجاء في المستوى، لعبوا الند وانتصروا في الشوط الاول، وكنا زدنا هدف اخر، كنا نبقاو حتى ضربات الجزاء، ولكن لحد ما ساعدناش وما عندنا ما نديرو. هذا هو، وحتى اللعب اللي لعبوا التوانسه رجعوا اللور ما خلوناش نلعبوا الكره، وحتى الملعب كان ثقيل،
لان حتى هو ما ساعدكش باش تكمل واحد المقابله بواحد المستوى جيد. وكنشكر كذلك الجمهور اللي حضر تماك في سوسه ودار واحد ظهر واحد المظهر كبير كما العاده. الجماهير الرجاوي فين ما مشات كتعطي صوره حضاريه للجماهير المغربيه، و سي دوماج. ونتمنوا لهم يمشيوا سالمين ويرجعوا سالمين. وواحد بغيت واحد الميساج نوجهه للجماهير ديال اكادير، لان فاش كنا حاضرين تماك راه عاملونا واحد المعامله سيئه، ونتمنى ما يبقاش يعاودوا بحال هذه المعاملات، لان حنا الجمهور ديال الرجاء كيجي باش كيشجع الفريق ديالو فين ما مشى. ولا بقينا في هذه المسائل ديال فين ما مشينا كنتلقاو سميتو هاد الشغب هذا، راه غير ما غاديش يساعدنا باش نبقاو ديما نطرحلو فين ما كان. ولكن ديما ان شاء الله هاد الرساله بغيتها توصل للجماهير، خاصه الجماهير ديال اكادير والجماهير ديال الرباط والجماهير حتى ديال مراكش. وشكرا، السلام عليكم.